إذا محاضرة اليوم رونسكين. رونسكين هو اسم عالم بولندي اسمه فرونسكي. هو أول واحد عرف هاي الرونسكين. اف واي 1 اند واي 2 ار سوليوشنز لهي المعادله. واي دبل برايم زائد بي اوف تي واي برايم زائد كيو اوف تي واي بتساوي صفر. Then the Rönsken of y1 and y2 denoted by w of y1 y2 of t يساوي y1 y2 prime minus y2 y1 prime اللي هو الديتيرمينانت بيكون بالسطر الأول solutions y1 y2 وبالسطر الثاني مشتقاتهم y1 prime y2 prime. لو كانت المعادلة third order إذا بيكون Rönsken لو y1 y2 y3 بيكون الديتيرمينانت لا السطر الاول بيكون y1 y2 y3 والسطر الثاني مشتقاتهم y1 برايم y2 برايم y3 برايم والسطر الثالث بيكون y1 دبل برايم y2 دبل برايم y3 دبل برايم لو كانت معادله ثيرد اوردر. لان اذا كان رونسكين لو y1 y2 لا يساوي صفر then y1 and y2 are linearly independent or fundamental solutions or bases. يعني الان احنا في بحثنا عن حلول لهي المعادله السكند اوردر we are looking for independent linearly independent solutions. يعني بدنا الحلول هذول يكونوا مستقلات عن بعضهم. قلنا اي حل اي ملتبل للحل هو نفس الحل. يعني لما بيكون عندي اي قوه 2 تي و10 اي قوه 2 تي و50 اي قوه 2 تي هذول كلهم نفس الحل. اذا عند بحثي عن حلول لا سكند اوردر لازم يكون لها حلين وهذول الحلين لازم يكونوا لينيرلي اندبندنت. مشان اعرف انهم لينيرلي اندبندنت ولا لا اوجد هذا الديتيرمينانت. اذا كان لا يساوي صفر اذا بقول عن واي 1 واي 2 ار لينيرلي اندبندنت او بقول انه واي 1 واي 2 فورم ا فاندمنتال سيت اوف سوليوشنز. يعني انهم هذول الواي 1 واي 2 بشكلوا مجموعه الحلول الاساسيه للمعادله. واذا ثيرد اوردر بكون عندي واي 1 واي 2 واي 3 فورم ا فاندمنتال سيت اوف سوليوشنز لهي المعادله. او بنقول عنهم ذي ار يعني واي 1 اند واي 2 ار ذا بيزز اوف ذيس ديفرنشال ايكويشن. اذا كان الرونز كان يساوي صفر اذا واي 1 اند واي 2 ار لينيرلي ديبندنت. إذا y1 y2 إذا رونسكين ل y1 y2 صفر بيكون y1 and y2 are linearly dependent. If y1 and y2 are linearly dependent إذا رونسكين بيساوي صفر. كمان مرة لاحظوا هنا إذا كان رونسكين بقدر أحكي f and only f عادي. Yeah, أيوه إذا كان رونسكين يساوي صفر. يعني اذا رونس كان يساوي صفر معناته y1 y2 linearly dependent. واذا كان y1 y2 linearly dependent بكون رونس كان بيساوي صفر. بس لاحظ انه ما انطبقش على f اذا رونس كان لا يساوي صفر. يعني if the solutions are linearly independent ما بقدر اقول انه y1 رونس كان ل y1 y2 لا يساوي صفر. يعني هنا بقدر اقول اف اند اونلي اف. هون لاحظ باتجاه واحد اذا رونسكين لواي 1 واي 2 لا يساوي صفر then واي 1 اند واي 2 ار لينيرلي اندبندنت. بس مش اف اند اونلي اف. واضح يا انس؟ اه واضح دكتور. يعني اذا كان واي 1 واي 2 ار لينيرلي اندبندنت مش شرط يكون رونسكين لا يساوي صفر. بس اذا ما سوى صفر 100% بيكونوا لينيرلي اندبندنت. طيب دكتور تفضل. شو بده يعرفني انه يساوي صفر او لا يساوي؟ ما استفدت الديتيرمينانت. توجد هذا الديتيرمينانت ايش اعمل فيها؟ يعني لاحظ هسه بالاكزامبل بكون اوضح. طلع مثلا شو ذات انه واي 1 بيساوي اي قوه ار تي واي 2 بيساوي تي اي قوه ار تي ار لينيرلي اندبندنت. الان هاي السطر الاول بنقول بنحط الحلين بالسطر الاول. الحل الاول اي قوه ار تي هيو والحل الثاني تي اي قوه ار تي هيو. الان اشتق شو مشتقه اي قوه ار تي؟ ار هاي مش تي هاي ار. ار اي قوه ار تي الان مشتق هنا برودكت رول.
مشتقة الأول واحد، في الثاني إي قوة آر تي هيو، مشتقة إي قوة آر تي اللي هي آر في إي قوة آر تي، إذن هنا بصير عندي آر تي إي قوة آر تي. شو المكتوب هنا؟ كمان مرة، مشتقة الأول تي هون مشتقة الأول واحد في إي قوة هيها، الآن مشتقة إي قوة آر تي اللي هي آر في تي في إي قوة آر تي، هاي تي الثاني مش موجود، تي الثاني هاي مش هاي لازم تكون مش موجودة. الآن بنضرب هذا في هذا، إي قوة آر تي في إي قوة آر تي بتساوي إي قوة 2 آر تي، إي قوة آر تي في هاي بتساوي آر تي إي قوة 2 آر تي، هاي اللي هي هاي وهاي اللي هي الأولى، هاي في هاي. الآن ماينس بنضرب هاي في هاي، هاي قلنا آر مش تي، هنا هون آر بصير آر تي إي قوة 2 آر تي هيها، فبتختصر هاي معها، شو بضل؟ إي قوة 2 آر تي، وقلنا إحنا الإكسبوننشال دائما لا يساوي صفر فور أول تي، إذا الرونسكين لا يساوي صفر، إذا هذول الحلين لينيرلي إنديبندنت. هاي كمان إكزامبل، الحل الأول تي قوة نص والحل الثاني تي قوة سالب واحد. Show that انه هذول الحلين form a fundamental set of solutions لهي المعادلة. مشان يكونوا fundamental set of solutions لازم يكونوا linearly independent. فبالتالي هاي الرونسكين، هاي الحل الأول وهي الحل الثاني، مشتقة هاي نص تي قوة سالب نص، مشتقة هاي سالب تي قوة سالب اثنين. نضرب الآن نص وسالب اثنين بضل سالب واحد ونص، إذا بصير سالب تي قوة سالب ثلاثة على اثنين. الآن بنطرح نضرب هاي في هاي سالب نص تي قوة سالب ثلاثة على اثنين، بصير عندي دكتور تفضل. يعني احنا هون ما بنضربش صف بعمود مثل اللينيا، لا هذا ديترمينانت، ديترمينانت تضرب ايوه حاصل ضرب القطر هذا ناقص حاصل ضرب القطر هذا. بطلق ايوه. الان بطلع سالب اثنين في تي قوة سالب ثلاثة على اثنين، لاحظ بالسؤال محطوط انه تي بوزيتيف هون بالسؤال يعني given، فطالما P positive إذن هاي لا تساوي المقدار هذا لا يساوي صفر for all T، طالما أنه T positive. إذن Ronskin لا يساوي صفر، إذن هذول الحلين linearly independent، بالتالي they form a fundamental set of solutions. If the Ronskin of F and G is T squared E قوة T and if F of T يساوي T find g of t. لاحظ الرونسكين للاف والجي بيساوي تي تربيع اي قوة تي، اذا بنحط بالسطر الاول الاف والجي، في السطر الثاني اف برايم جي برايم. لاحظ الاف جيفن تي عوضنا هون مكان الاف تي، وهي الجي شو مشتقة التي؟ واحد. شو مشتقة الجي؟ جي برايم. الان بنضرب تي في جي برايم هيها ماينس واحد في جي جي هيها، شو بتساوي؟ تي تربيع اي قوة تي. إذن هاي المعادلة هي عبارة عن linear first order differential equation، اقسم على تي بصير جي برايم ماينس واحد على تي جي تساوي تي اي قوة تي، هيها جي برايم ماينس واحد على تي جي بتساوي تي اي قوة تي. إذن هاي linear first order نوجد لها integrating factor اي قوة ماينس تكامل واحد على تي دي تي وتساوي اي قوة ماينس لين تي وتساوي تي قوة سالب واحد أو واحد على تي. إذن جي بتساوي واحد على تي اللي هي الانتجريتنج فاكتور في الطرف الايمن اللي هو تي اي قوه تي دي تي زائد كونستنت على الانتجريتنج فاكتور، هذول بروحوا مع بعض بضل اي قوه تي تكامل، لا بضل ايش؟ بالضبط بضل اي قوه تي زائد سي، وهاي بطلعها لفوق بصير يعني تي قوه سالب الواحد على تي اللي هي قوه بصير تي تي في اي قوه تي تي اي قوه تي زائد كونستنت في تي. إذا بيكون الجي، لاحظ احنا قلنا ايش؟ احنا قلنا انه الحل الاول هو تي، احنا بدنا جي اللي هو الحل الثاني، فالتي هاي بتمثل الحل الاول، إذا الحل الثاني هو تي اي قوة تي، تي اي قوة تي بيكون الحل الثاني الجي يعني. If the Ronskin of F and G is T cosine T minus sine T and F U بتساوي F زائد 3G و V بتساوي F. تفضل. كيف بعرف انه first order من السؤال مش كاتب؟
بالنسبة لهاي المعادلة اللي طلعت معي. اها كيف بعرف انها فيرست اوردر لينير؟ اه ليش مش يعني هاي اعتبر الجي واي واي برايم هنا فانكشن في واي تساوي فانكشن اوف تي. اتذكر اللي لنا فيرست اوردر كانت واي برايم زائد بي اوف تي واي تساوي جي اوف تي. البي اوف تي هو ناقص واحد على تي، والجي اوف تي اللي هي تي اي قوه تي. نعم يعني دكتور. استبدل الجي في واي، هي عباره عن لينير فيرست اوردر. يا دكتور تفضل. حسب الامتحان بدك تكتب لك كل معادله شو هاي ولا في جاي؟ يعني ما بتاخذ منك وقت مشان اعرف انك انت فاهم شو قاعد تشتغل ولا لا. انه هون لو انك لما وصلت لهون لهي الخطوه تكتب هون لينير فيرست اوردر ما بتاخذ منك وقت، يعني ثواني. تمام. هون رونسكن للاف والجي جيفن انه يكون تي كوساين تي ماينس ساين تي. الان يو بتساوي اف زائد 3 جي، والفي بتساوي اف ماينس 2 جي. الان شو اللي بدنا اياه؟ بدنا رونسكن لليو والفي. لاحظ رونسكن للاف والجي هو تي كوساين تي ماينس ساين تي. هيو الان رونسكن لليو والفي بيساوي السطر الاول بنحط الفانكشنز اليو والفي، والسطر الثاني يو برايم في برايم. اذا هي اليو اف زائد 3 جي حطيناها، والفي اللي هي اف ماينس 2 جي هي حطيناها، مشتقه هاي اف برايم زائد 3 جي برايم، ومشتقه هاي اف برايم ماينس 2 جي برايم. الان بنضرب هاي في هاي ماينس هاي في هاي. هاي هم هون السطر هذا. الان دكتور تفضل. اول شيء اشتقيت بالنسبه لواي، بعدين بالنسبه لفي. لا لا، يعني لاحظ اليو جيفن انها اف زائد 3 جي. هسه لما اشتقينا بالنسبه لواي ليو صح؟ بالنسبه لا لا، الاندبندنت فاريبل التي بتشتق، يعني هاي يو اوف تي في اوف تي هاي الفانكشن، وهي اف اوف تي جي اوف تي. اوكي. يعني لاحظ انه الاف والجي هم فانكشنز اوف تي. الان بصير اليو والفي هم فانكشنز بيعتمدوا على اف وجي. فالان لما بتشتق يو بتشتق هاي اللي هي اف زائد 3 جي، اف برايم زائد 3 جي برايم هيها، وهاي مشتقتها اف برايم ماينس 2 جي برايم هيها. الان حاصل ضرب هاي في هاي ماينس هاي في هاي. هيو هون الان بنفك القواس، بصير عندي 5 اف برايم جي ناقص 5 اف جي برايم. الان طلع الخمسه عامل مشترك، بضل اف برايم جي زائد اف جي برايم. هاي اللي هي ايش؟ عباره عن الديتيرمينانت للاف والجي. هاي اللي هي اف برايم جي زائد اف جي برايم، هاي الديتيرمينانت للاف والجي. اذا هون طلعنا الناقص 5، هذا عباره عن رونسكين للاف والجي. اذا شو هو الرونسكين للاف والجي؟ جيفن تو بي تي كوساين تي زائد ماينس ساين تي. بنعوضه هون، بنعوضه مكان رونسكين للاف والجي، بصير ناقص 5 في تي كوساين تي ماينس. اذا رونسكين لليو والفي بيساوي ناقص 5 تي كوساين تي ماينس ساين تي. هذا هومورك. الان اكزامبل، اف ذا رونسكين اوف اف وجي واتش، هذول 3 فانكشنز الان، از 2 اي قوه تي اتش اوف تي، وكان اف تي بيساوي 1 وجي تي بيساوي اي قوه تي، ومعطيني انه اتش الزيرو بيساوي 1 واتش برايم الزيرو بيساوي بيتا. لان اول شيء فايند اتش اوف تي المطلوب الاول، المطلوب الثاني فايند ذا فاليو اوف بيتا هاي such that h of t goes to zero as t goes to infinity. اذا نبدا ان بدنا نوجد اول شيء h of t. اذا رونسكين للاف والجي والاتش هيهم، السطر الاول بنحط اف وجي واتش. اذا هون اف برايم جي برايم اتش برايم، وهون اف دبل برايم جي دبل برايم اتش دبل برايم. هذا شو بيساوي؟ بيساوي 2 اي قوه تي اتش اوف تي. هيا بنعوض مكان الاف 1 ومكان الجي اي قوه تي، وبنخلي الاتش اللي هي مجهوله. لان يعني مشتقة الواحد صفر، ومشتقة الصفر صفر،
مشتقة إيه قوتي؟ إيه قوتي؟ مشتقة إيه قوتي؟ إيه قوتي؟ مشتقة الـ H H برايم، مشتقة H برايم H دبل برايم. يعني هذا الديتيرمينانت كون هون في صفر وهون في صفر، إذا بيكون هذا الواحد بنحط هيك خط على المكان الموجود فيه الواحد، وخط على العمود على السطر وعلى العمود، بصير واحد مضروب في ايش؟ باللي بتبقى اللي هي اي قوتي اتش برايم واي قوتي اتش دبل برايم. اذا يعني ديتيرمنت هاي المصفوفه 3 ب 3 هو نفسه ديتيرمنت اي قوتي اتش برايم وتحت اي قوتي اتش دبل برايم. فبنضرب اي قوتي في اتش دبل برايم هيها ماينس اي قوتي اتش برايم هيها، شو بتساوي؟ بتساوي 2 اي قوتي اتش اوف تي، لان بنقسم على اي قوتي موجوده بكل التيرمز، هون بضل اتش دبل برايم ماينس اتش برايم، وهي بضل هون بالطرف الايمن 2 اتش، بنجيبها للطرف الايسر بصير ماينس 2 اتش تساوي صفر. اذا هي معادله سكند اوردر لينير، الكاركترستيك كويجن لها ار تربيع ماينس ار ماينس 2 هيها. اذا الجذور هون عندي ماينس 1 و2، اذا بتكون اتش اوف تي بتساوي سي 1 اي قوه ماينس تي بالنسبه للجذر الاول، زائد سي 2 اي قوه 2 تي بالنسبه للجذر الثاني. اذا هاي المطلوب الاول اللي هو اتش اوف تي. الان بقول لي اوجد قيمه بيتا اللي هي الانيشال كونديشن، الاتش برايم بتساوي بيتا، بحيث انه يكون هذا السوليوشن بروح للصفر اس تي جوز تو انفينيتي. لاحظ لما بنيجي على السوليوشن الاول اللي هو اي قوه ماينس تي وباخذ له الليمت اس تي جوز تو انفينيتي بروح للصفر، وهذا بروح للانفينيتي اي قوه 2 تي اس تي جوز تو انفينيتي. اذا مشان انه الاتش تروح للصفر لازم اطلب انه سي 2 تساوي صفر. اذا اتش اوف تي جوز تو زيرو اس تي جوز تو انفينيتي تيك سي 2 تساوي صفر. اذا شو بصير؟ اتش اوف تي بتساوي سي 1 اي قوه ماينس تي هيها. الان شو مشتقه لها اتش برايم؟ بتساوي ماينس سي 1 اي قوه ماينس تي. لان اتش اوف 0 جيفن تو بي 1، نعوض هون صفر بصير واحد، اذا سي 1 تساوي 1. وهنا بس اعوض اتش برايم، هي هم الانيشال كونديشنز اللي هم اتش اوف 0 تساوي 1 واتش برايم اوف 0 تساوي بيتا. هي الاتش برايم بس اعوض هون بالاتش برايم 0 بساوي ماينس سي 1 بتساوي بيتا. اذا بيتا بتساوي ماينس سي 1 وسي 1 طلعناها 1، اذا بكون سي 1 يساوي 1. اذا بكون الحل اتش اوف تي تساوي اي قوه ماينس تي، هذا الحل. وقيمه بيتا بتساوي ليش هنا بيتا بتساوي ماي بيتا بتساوي ماينس سي 1 اتش اوف 1 بتساوي 0، اتش اوف 0 عفوا بتساوي 1، فبالتالي اذا عوضنا هنا اذا سي 1 تساوي 1، سي 1 تساوي 1 مضبوط، وبيتا بتساوي ماينس سي 1 اذا بيتا تساوي ماينس 1. قيمه بيتا بتساوي ماينس 1 اللي بتخلي هذا الحل باوندد. كمان مره لاحظوا انا عندي هاي الكونديشن الاولى اتش اوف 0 بتساوي 1، عوض هون مكان تي 0 بصير 1 هون، اذا سي 1 تساوي 1 هي هون، لان هاي المشتقه بنعوض اتش برايم اوف 0 بتساوي بيتا وتساوي ماينس سي 1، اذا بيتا تساوي ماينس سي 1، اذا قيمه البيتا بتساوي ماينس 1. المطلوب الثاني ابل سكوير. تفضل. معلش ارجع السؤال بدايته. طيب هسه بدال الواحد لو كان عندي مثلا اكس تربيع، تمام؟ اي تربيع، ايوه. ولما اجي اشتقها المشتقه الاولى 2 اكس صح؟ 2 تي، ايوه. والمشتقه الثانيه 2 ايوه. هسه لما اجي اضرب شلون عمليه الضرب بتصير؟ هي هاي الماينورز لازم تعمل زيروز بسطر او بعمود. مثلا اذا عندك بتقدر تعمل مثلا هون صفر، انك تضرب الاول في سالب واحد وتجمعه للثاني، فبتروح الاي قوه ماينس تي اللي من هون بصير محلها صفر، ونفس الشيء تعمل مع السطر الثالث بتروح بصير صفر، فبصير الاي قوه تي بتحط هيك خط
وهيك خط. فبصير هون عندي 2 تي وهون 2، وهون عندي اتش برايم وهون اتش دبل برايم. بصير الاي قوة تي هاي مضروبة في الديتيرمننت لا 2 تي اتش برايم و2 اتش دبل برايم. اه وصلت. هاي موجودة باللينر الجبرا بنسميها الماينورز. كيف نوجد الديتيرمننت بهاي الطريقة؟ في طريقة سهلة برضو انك تكرر العمود الاول والعمود الثاني وتيجي تضرب الديوغنال هذا، بصير عندك 3 ديوغنالز لما تكرر العمود الاول والعمود الثاني. صعب هون اشرحها اللي غير يعني على البورد وتشوفها بعيونك. انا شرحتها طبعا للطلاب بالوجاهي، بس بشكل عام يعني المفروض لما بكون هون مش زيروز ترجع على اي مرجع باللينير الجبرا اللي هي طريقه الماينورز كيف نوجد. اذا انه كان كله فانكشنز، هون فانكشن وهون فانكشن وهون فانكشن وكل اعمده وكل السطور فيها فانكشنز، لازم تصفر، لازم تشوف شو لازم تضرب. يعني مثلا لو هون مش واحد، لو هون مثلا زي ما قلت انت تي تربيع وهون 2 تي وهون تي، بصير صعب. يعني لازم مشان اعمل هون صفر اضرب الاول اضرب الثاني في نص تي بصير تي تربيع، بضربه بناقص نص تي وبجمعه للاول بصير هون صفر. يعني هي عمليه اني اعمل زيروز. إذا إذا كان y1 y2 are solutions لهي المعادلة second order، وكانت ال p وال q continuous and some open interval, then the Wronskian the y1 y2 is given by this formula. إذا أحيانا بيكون مهم أوجد الرونسكيان لمعادلة من غير ما أحل المعادلة. إذا هذا النظرية هاي بتخولني إني أوجد الرونسكيان للحلين من غير ما أحل المعادلة. إذن هاي معادلة second order فيها P و Q continuous and some open interval، إذن بضمن وجود حلين للمعادلة. هذول الحلين الرونز كان لهم هو constant في E قوة minus تكامل P of T dt. فإذا كان هذا الرونز كان يساوي صفر implies إنه الكونستنت اللي بيساوي صفر، لأنه هذا الإكسبوننشال مش ممكن يساوي صفر. فإذا كان الرونز كان بيساوي صفر معناته هذا الكونستنت اللي بيساوي صفر، وإذا كان الرونز كان لا يساوي صفر implies إنه هذا الكونستنت لا يساوي صفر. من دون بروف لهاي المعادلة لهاي النظرية نروح كيف نستخدمها. الآن هاي إكزامبل if y1 and y2 are fundamental set of solutions لهي المعادلة، وكان رونسكين عند النقطة 2 بيساوي 3، بدل رونسكين عند النقطة 6. إذا أول إشي بحطها بالستاندرد فورم، بقسم على تي تربيع اللي هو معامل واي دبل برايم، بتصير المعادلة على هذا الشكل واي دبل برايم ماينس 2 على تي تربيع واي برايم زائد 3 زائد تي على تي تربيع واي بيساوي صفر. الآن رونسكين للحل الاول والحل الثاني بالفورمولا بيساوي كونستنت في اي قوة ماينس تكامل بي اوف تي دي تي. ايش هي البي اوف تي؟ اللي هي ماينس 2 على تي تربيع، ما حي الماينس اللي برا بصير زائد، لان بنطلع الاثنين برا بس، وهي تي لفوق بصير تي قوة سالب 2 تكاملها سالب تي قوة سالب 1. نضرب الاثنين بصير اي قوة سالب 2 على تي. اذا لاحظوا بقول لي رونز كان بيساوي 3 عند النقطة 2، عوض مكان التي 2 بصير اي قوة سالب 1، إذا سي في اي قوة سالب 1 بتساوي 3. إذا سي شو بتساوي؟ 3 اي. يعني هون اضرب في اي قوة 1 بصير سي، بصير هون عندك 3 في اي اللي هي اي قوة 1، إذا سي تساوي 3 اي. إذا عوض الثلاثة إي الآن هون بمكان السي بصير ثلاثة إي إي قوة سالب 2 على تي. هاي ثلاثة تي ثلاثة إي إي قوة سالب 2 على تي اللي هي رونسكين للحل الأول والحل الثاني. الآن عندي الستة باجي بعوض مكان التي ستة، بصير ثلاثة إي قوة واحد ناقص 2 على ستة، يعني واحد ناقص ثلث اللي هي ثلثين، ثلاثة إي قوة ثلثين بكون حل. هاي هوم ورك دكتور. تفضل.
واحنا من نعوض 6 صح؟ كيف صارت 1 ناقص؟ وين هي؟ هيها. احنا من نعوض مكان التي 6 صح؟ صح. طيب سالب 2 على 6 سالب 6. طيب لاحظ اول شيء بالشاي اي قوه 1. صح. ايوه هنا اي قوه 2 ناقص 2 على 6 اللي هي ناقص 1 على 3. فبصير 1 ناقص 1 على 3. ما انتبهتش هي الثلاث في اي هون في اي قوه 1. Find the largest interval of هاي لاحظ second order احنا اخذنا كيف نوجد the largest interval للfirst order. هاي نفس الاشي انه لازم تكون المعادلة بالstandard form معامل y double prime يكون 1. فمنشوف وين ال p of t وال q of t وين يكونوا continuous. اذا y الاربعة بتساوي 0 y prime الاربعة بتساوي 1. اذا الانيشال بوينت هي الاربعة. اول خطوة قلنا بنقسم هون كمان given that انه رونسكين للحلين يعني من غير ما احل المعادلة رونسكين للحلين بيساوي 3 على 2 تي قوة سالب 3 على 2. اذا هي قسمنا على 2 تي تربيع بصير y دبل برايم زائد p of t على 2 تي تربيع ماينس 1 على 2 تي تربيع y هيها تساوي 0. إذا رونسكين الآن شو بيساوي؟ شو هي هاي؟ إذا تكامل بي اوف تي على 2 تي تربيع هيها سي في اي قوة ماينس تكامل بي اوف تي على 2 تربيع دي تي وهذا بيساوي كونستنت على بنجيب التكامل اللي تحت لأنه هون الإشارة ماينس. إذا هذا الرونسكين اللي هو 3 على 2 تي قوة سالب هي حطيناها هون بيساوي كونستنت في اي في هذا التكامل. إذا هذا التكامل بيساوي 3 على 2 سي في تي قوة سالب 3 على 2. الآن هون في اكسبوننشال خذنا لين للطرفين لما ناخذ لين للطرف لسي اللي صار بضل ماينس تكامل بي اوف تي على 2 تي تربيع دي تي ايوه وهون لين هذا المقدار كان في اشاره ماينس هون ضربنا جهتين في ماينس بصير الماينس هون. الآن الآن بنا هاي عندي لين هذا اللي مش كثير تكامل الآن لو اشتقينا الطرفين اشتق الطرفين فبصير هون عندي بي اوف تي على 2 تي تربيع وهون هاي المشتقة 1 على هذا المقدار ضرب اللي داخل اللين. وهون يعني انت انا مش شايف كويس المكتوب لان اشتق الطرفين فهون الان بصير بي اوف تي بتساوي هذا المقدار اللي على الطرف الايمن مضروب في 2 تي تربيع. طلع هون انا مش متاكد من هذا يعني بس هنا 3 على 2 تي قوة سالب 1 مع بعد ما اجرينا الاختصارات وطلعنا التي هاي لفوق. اذا البي اوف تي هي عبارة عن 3 على 2 تي فاذا عوضناها هون مكان بالمعادلة 3 على 2 تي بتكون اللارجست انترفال اللي بتحتوي يعني في مشكلة عند الصفر ففي عندي تو انترفالز من ماينس انفينيتي لزيرو ومن زيرو لانفينيتي فاللي بتحتوي على الاربعة اللي هي الانترفال من زيرو لانفينيتي. هاي الاكزيستنس ثيورم انه اذا كان عندي سكند اوردر وعندي تو انيشال كونديشنز واذا كان البي والكيو والجي كونتينيوس بهاي الفتره فبضمن انه يكون في حل وحيد للمعادله. لاحظ مثلا هذا الاكزامبل اذا قسمنا على واي دبل برايم اذا على معامل واي دبل برايم اللي هو تي تربيع ماينس 3 تي هيو هون هون تي تربيع ماينس طلعنا تي عامل مشترك بضل تي ماينس 3 فالتي تساوي 0 والتي تساوي 3 عندهم مشكلة راح تنقسم كل الهون لاين ل ماينس انفينيتي 0 0 3 و 3 وانفينيتي. شو الانيشال كونديشن 1 الانيشال بوينت الواحد تنتمي الى الفترة من 0 ل 3 فبتكون اللارجست انترفال من 0 ل 3 اللي تحتيه دكتور على اي اساس طلعنا الدومين؟ الدومين انك بتقسم على معامل واي دبل برايم اللي هي تي تربيع ماينس 3 تي قسمنا عليها
الان طلع يعني قصدي انه شو عرفني بدي اطلع الدومين، انا بحاجه الدومين هون. وهو هو الدومين هو اللي بتقدر تطلع منه اللارجست انترفال. اه صح، هذا الموضوع الخامس. صح كان اخذنا هذا الموضوع في شابتر 1 برضه. صح، نطلع الدومين وبنرسم خط الاعداد وبنختار الفتره اللي بتكون فيها الانيشال بوينت. فهون بنستثني الصفر والثلاثه، بنستثني من الدومين. ف يعني عندي تو ديسكونتينوس بوينتس، دائما عدد الانترفلز بيساوي عدد البوينت زائد واحد. فهذا لما حددنا الصفر وحددنا الثلاث انقسم الهول لاين لثلاث انترفلز، ماينس انفينيتي زيرو، زيرو ثلاث، ثلاث انفينيتي. الفتره اللي تحتوي على الواحد اللي هي صفر وثلاث، اذا هي بتكون اللارجست انترفل اللي بيكون الحل موجود فيها. هون بنقسم على معامل واي اللي هو اكس ناقص 3، قسمنا عليه. اذا في مشكله عند الثلاث، نستثني الثلاث من الدومين. ولاحظ في هون تيرم لين اكس، فلازم تكون اكس بوزيتيف. اذا لازم اكس بوزيتيف ولازم اكس لا تساوي 3. اذا هي الدومين من صفر لانفينيتي بدون الثلاث، فهي من صفر لانفينيتي وهي الثلاث مستثنيه. وين الانيشال بوينت؟ واحد الانيشال بوينت. إذا الواحد بالفترة من صفر لثلاث، إذا the largest interval من صفر لثلاث. هون النقطة أربعة نفس هذا المثال اللي قبله، بس هنا إيش؟ الـ initial point أربعة. إذا بتكون الفترة من ثلاث لإنفينيتي اللي بتحتوي على الأربعة، إذا من ثلاث لإنفينيتي. هون بس نقسم على x ماينس 2، بيكون الدومين لازم يكون من دون ال x ماينس 2. ولاحظ انه عندي في هون tan x، التان اللي هو ساين على كوساين، لازم نستثني كل النقاط اللي بتكون عندها الكوساين صفر، اللي هي باي اوفر 2، 3 باي اوفر 2. فهي عوضنا هنا، هاي الباي اوفر 2، هاي هون الصفر، هون الثلاثة باي اوفر 2. اذا بنيجي على النقطة 3 تقع بالفترة من 2 ل 3 باي على 2، اذا ذا لارجست انترفال 2 و 3 باي على 2، لانه الانيشال بوينت 3 اكبر من 2. دكتور تفضل. بالامثلة في منطيني مثلا هذا المثال، مشتقة للثلاث تساوي 2، ما حشينا فيها هي. وين هي؟ هذا المثال؟ بالمعطيات تطلع شو؟ ايوه عندك. ايوه. هاي ها. واي برايم للثلاث تساوي 2. هاي واي برايم للثلاث تساوي 2، ايوه. يعني لازم يكون هاي سكند اوردر، لازم يكون تو انيشال كونديشنز للسكند اوردر ديفرنشال ايكويجن. فالانيشال بوينت هي الثلاث. الانيشال بوينت. يعني الاكس نود هي 3، الواي بتساوي 1 لما اكس تساوي 3، هاي معناها هيك واي 3 تساوي 1، معناها انه واي تساوي 1 لما اكس تساوي 3، واي برايم تساوي 2 لما اكس تساوي 3. اذا الانيشال بوينت هي 3، فالثلاث تقع بالفتره من 2 ل 3 باي على 2. هون الانيشال بوينت 1.7، وانا لازم استثني الاثنين، فاذا بتكون بين الباي اوفر 2 والاثنين اللارجست انترفال. يعني نفس هاي المعادله اللي فوق، بس غيرنا الانيشال بوينت ل 1.7. ال 1.7 اقل من الاثنين، اذا بتكون اللارجست انترفال باي اوفر 2 و2، هيها اللارجست انترفال. اذا هذا الموضوع نفسه اللي هو موضوع اللي بس هون يعني لو كان الثيرد اوردر نفس الشيء، بتخلي معامل المشتقه الثالثه واحد، بتيجي تطلع على كل على معامل واي دبل برايم ومعامل واي برايم ومعامل واي، وبتوجد الدومين وبتستثني النقاط وبتطلع وين الانيشال بوينت موجوده باي فتره، بتكون هاي هي لارجست انترفال.